عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الفاتحة. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رحيم بيه. عارف القرآن ده أحسن حاجة تريح الميت. اسألنا أنا. عقبال العايشين ما يرتاحوا هم كمان. فين ده اللي يا رحيم؟ في الحفظ والصون. إيه؟ عايز تقول لها حاجة؟ لا، أنا عايز أقول لك أنت إنك بتعرف تعمل أي حاجة اليومين دول بس علشان أنا مش فاضيلك. وأنا مستنيك لما تفضى. أنت إيه اللي جابك؟ جاي أعزي. في واحدة كانت عشرة عمر. أو المفروض إنها كانت عشرة عمر. بس الكلام ده بقى قبل ما تخوني الأمانة اللي أنا اديتها لها. زي ما أنتوا كمان خنتوها. آه. عشان كده بقى قتلتها. قول، ما تخافش قول. وانت تعرف عني يا عمدة اني لو قتلت هخاف اقول. وبعدين اقفل الموبايل اللي انت بتسجل لي بيه ده علشان عيب. اسجل مين؟ اصلا ما فيهوش مساحة. اصله مليان بفيديوهاتي انا وداليا. الله، ما تصلوا بينا على النبي كده يا جماعة. احنا نصفي النفوس ونستعيذ بالله من الشيطان اللي دخل بينا. واحنا عمرنا تلمينا اللمه الحلوه دي الا لو كان الشيطان فيها. او خلاص مات واندفن. تصدق عجبتني. يعني نعلق كل المصايب على شماعه اللي راحت وفي الاخر نحضن بعض ولا كأن في حاجه حصلت؟ ده ايه الحلاوة دي؟ لا لا لا، تاخذنيش يا رحيم، أنا ماليش دعوة بالقصص والروايات دي، إحنا إخوات، وأنا قلت لك أخويا، اللي هتطلبه مني هنفذهولك، حقك. طب وأنت نفذت اللي طلبته منك؟ بجهزهم لك أخويا. بجهزهم لك أخويا؟ مالك بتهر كده، ما تجمد شوية، في إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة إحنا مالناش في الحاجات دي، إحنا نقعد مع بعض ونتكلم، واللي عنده حاجة يقولها. أنا اللي عندي تقال. أشوفكوا العزا الجاي إن شاء الله. البقاء لله. بقول لك يا هشام، ما تيجي ننزل نقعد في القهوه نشرب لنا كوبايتين شاي كده ونضرب لنا حجرين؟ انا مش رايق خالص النهارده يا حلمي، اعتبرنا في القهوه وانا عامل لك اللي انت عايزه. طب بقول لك ايه، انا عايزك في مصلحه. مصلحتي خير. عايزك تجيب لنا بضاعه نشتغل فيها. لا 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 لا، مش هينفع خالص اليومين دول. ليه؟ ما ده الحوار اللي مقعدني هنا. اليوم اللي اتخطفت فيه كان معايا بضاعه، معرفش بقى اللي اسمه سعد ده صرفها ولا الحكومه هي اللي حرزتها. المهم ان اصحاب البضاعه دي مش عايزين فلوسها دلوقتي، مش عايزين رقبتنا. عندهم حق. وانا ناقصك يا حلمي. مين صحاب البضاعة دول؟ الناس كده باخد منهم بضاعة وخلاص. مين يعني؟ ما تنطق. عيلة ابو وردة. ايه؟ ابو وردة؟ ابو وردة هشام؟ ما خلاص بقى يا حلمي، اللي جرى الله. يخرب بيتك يا هشام.
ابو ورد عارف ان انا بشتغل معاك؟ لا 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 ما يعرفش اي حاجه. هو كل اللي ليه ان انا اخد بضاعه اديله مكانها فلوس، غير كده ولا ليه فيه. ابو ورده يا نهار اسود، وهنتصرف في المصيبه دي ازاي؟ ربنا يستر بقى، ربنا يستر. يا رب يكون اللبس اللي جبتهولك عجبك. شكرا يا رحيم. ما قلتليش بقى، لو كل دول كانوا في عزاها امال مين اللي قتلها؟ هو انت فاكره ان اللي هيقتلها ده مش هيحضر عزاها؟ ده لازم يكون اول واحد موجود بياخد العزا. طب مش انت بتقول شفت اللي قتلها؟ ما بلغتش عنه ليه؟ يعني عايزين نروح القسم اسلم لهم نفسي تسليم اهالي؟ قال لهم انا يا جدعان كنت موجود في الشركه في نفس اليوم اللي اتقتلت فيه الست. انا لا يمكن اعمل كده. داليا انت بتشكي فيا؟ لا يا رحيم، انا بس عايزه افهم. عاوزه تفهمي ايه بالظبط؟ عايزه اعرف لو كانت امينه ورا كل اللي حصل لي ده بعد ما ماتت، انا هفضل كده هربانه على طول؟ بس انا وعدتك ان الموضوع ده هيخلص قريب. بس أنا خايفة، حاسة كأني لسه في السجن. خايفة وأنا معاكي. أنا خايفة علشان أنت مش معايا. خايفة من كل صوت خطوة، من كل صوت فتحة باب. خايفة في أي لحظة يدخل عليا البوليس. محدش يقدر ياخدك مني تاني أبداً. تقصد مين؟ أقصد أي حد. بس المهم أنت يا داليا، أنت عايزة إيه؟ على العموم أنا مش عايز أسمع ردك دلوقتي. عاوز أسمعه من غير أي ضغوط عليكي. يعني بعد ما أثبت براءتك. انت عرفت منين ان داليا مع رحيم؟ مش مهم عرفت منين، المهم ان اللي عمله رحيم ده بيورطها اكتر. انا مش فاهمه هو عمل كده ليه، وايه اللي خلاه يهربها، وليه ما كلمتنيش؟ هو ده رحيم بيضغط عليها علشان ترجع له. رحيم مش بيفكر غير في مصلحته هو وبس. اوكي، رحيم بيلعبها معايا. ماشي. اسمع يا عماد، انا ماليش دعوه بقى باي حاجه بينكم. انا بنتي عايزاها ترجع لي. انت عايزه داليا وانا عايز داليا، اللي واقف بيننا هو رحيم. لو كلمتك وهي اكيد هتكلمك، قولي لها ان مفيش حد غيري يقدر يحميها، ورحيم ده ما يقدرش يحمي حتى نفسه. اوكي، بعد اذنك. رحيم لازم يعرف. رحيم مش لازم يعرف اي حاجه، ده لو عرف ممكن يموتني فيها حلمي. ولما انت عارف كده راح تشتغل معاهم ليه؟ رايح تشتغل مع اللي قتلوا اختك وجوزها ولا نسيت؟ عمري ما نسيت يا حلمي، عمري ما نسيت. بس اعمل ايه يعني، حوار ولبست فيه، فلوس وصلت ومارك خسرتها وهم دخلوني في الحوار ده. تقوم تشتغل معاهم، تشتغل مع ابو ورده. ابو ورده هشام. ما خلاص بقى يا حلمي، انت مكبر الموضوع ليه؟ فكك. هفكني واكبر الموضوع؟ رحيم لما يعرف هينيل الدنيا. اللي بيننا وبينه مش خناقه، ده دم. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا هشام، الله يخرب بيتك. بتفكر في ايه؟ بيتهيألي دلوقتي بقى واضح جدا ان الشخص اللي كان بيكلمك في التليفون هو نفس الشخص اللي كان بيبعت لي رسائل. وزي ما كان ورا خطف هشام اخويا، كان هو برضو اللي ورا حكايه شنطه المخدرات ومحاوله قتلك في الاسم. طيب تفتكر ده هيتغير بعد موت أمينة؟ على الأقل هنفهم. لو كانت أمينة ورا كل اللي بيحصل ده يبقى أكيد كل حاجة هتقف. أيوة، بس ده مش هيظهر براءتي. علشان كده لازم نوصل للمية.
انت ما تعرفيش بلدها فين، قرايبها، اي حاجه عنها. ايام الشغل كانت قالت لي كذا مره انها رايحه لناس قرايبها في السويس، بس بصراحه ما اعرفش فين. طب قولي لي كل اللي تعرفي عنها وانا هنزل ادور عليها بنفسي. ايوه بس انا جايه معاك، مش هتسيبني لوحدي. رحيم باشا، يلا يا دي توقف بقى من هنا. منور يا كبير. ازيك يا عبوده؟ يا عم تسلم. خير يا كبير. عايز عربيه يا عبوده بس يكون ورقها سليم. طب اديني يومين ثلاثه كده اظبطها لك، بس ده عشان انت حبيبي يعني. يومين ثلاثه ايه؟ انا عايزها دلوقتي. دلوقتي يا كبير؟ انت عايزني اقلب لك عربيه من الجراج ولا ايه؟ ليه؟ هو احنا حراميه؟ هو انت مش عربيتك سليمه؟ اه انا عربيتي سليمه. طب هات المفتاح. مفتاح يا كبير. بص احنا ممكن نقلب عربيه من الجراج هنا عادي يعني. عبوده المفتاح. الف شكر يا عبوده، طول عمرك مجدع وصاحب واجب. ربنا يستر. الو يا شاب، بقولك في بلطجيه كم كسروا علينا البيت وخطفوا بسمه. ايوه، وقالوا ان انت تعرفهم كويس وتعرف توصل لهم كمان. امتى الكلام ده حصل؟ من 5 دقايق كده. من دول يا هشام؟ وفين بسمه؟ رحيم كويس؟ كويس اهو يا حبيب امه، ده اتفرط من العياط من ساعه ما خطفوها. انا عايزه بسمه يا هشام، هاتلي بنتي يا هشام. يا بسمه اهدي، انا هتصرف. اهدي طيب، اقفلي دلوقتي وانا هكلمك تاني. يلا سلام يا حبيبتي يا بنتي. بابا احنا عايزين نشتري حاجه. الكلمه